كيف مثلا أوجد شخصية مختلفة عن الفنانين الآخرين. إحنا مش نبتة في الصحراء طلعنا، لأن جذور تاريخية. دائما أحاول أبحث عن الجديد في تكنيك أو في المواد اللي أستخدمها على أساس أنها تعطيني إضافة لعملي. اللوحة تعطيني عمق أكثر، ولذلك أنا توجهت للوحة إن فيها صفاء شوي، فيها تجانس لا تأثير على نفسي. اسمي عبد الرحيم سالم خميس، من مواليد دبي، مواليد 1955، متزوج وعندي 5 بنات وولد. تخرجت من كلية فنون جميلة بالقاهرة سنة 1981، درست في مجال النحت، تخصص النحت، ورجعت طبعا مع مجموعة من الأخوان أنشأنا جمعية الفنون، وشاركت في معارض داخل الدولة وشاركت في خارج الدولة على مستوى الوطن العربي، على مستوى الخليج وفي أوروبا بعد، يعني شاركت. وعندي تجربتي الخاصة ممتدة من الثمانينات لحد الآن، يعني أكثر من 45 سنة تقريبا. الأسرة عندي كانت والدتي والوالد وإخواني في نفس الوقت. يعني بديت أفكر أدرس الفنون التشكيلية أو مجال الفنون، ما كان هناك، بالعكس يعني والدتي قالت لي هاي حياتك، يعني أنت اخترت لهذا المجال تحاسب نفسك أنت بنفسك. يعني إذا كان في فرص كثير خاصة في الثمانينات، يعني أنا ممكن أدرس في فرنسا ولا في أمريكا أو أي واحدة، شيء ثاني ممكن أدرس هندسة أو الطب أو غير، كان في مجال أكثر. فتوجهت للفنون على أساس أني رغبة. الإشكالية كان بشكل عام للفنانين، يعني كان قليل من الناس أنه يستوعبوا أن هذا مجال فن، وأنه هو يقدم رسالة ويقدم المجتمع، يقدم صورة معبرة عن المجتمع في نفس الوقت، ويقدم الفنان في نفس الوقت، يعني في نفس الاتجاه. أنا كنت متأثر كثير بمايكل أنجلو، يعني هو يرسم وينحت في نفس الوقت، فكنت متأثر في عملية العضلات، التشريح، الجسم، حركة الجسم في نفس الوقت. بعد التخرج كان تفكيري على أساس أنه كيف مثلا أوجد شخصية مختلفة عن الفنانين الآخرين، فبديت أقرأ عن الكتب القديمة اللي هي لها علاقة بالسحر، لأن أساس أعمل نوع من العلاقة بين تفكير المجتمع في هذا الجانب وتفكير الفنان في الجانب الآخر. في هذا الجانب طبعا لما وقفت أنا طلع عندي تفكير آخر من خلال حكاية سمعتها من والدتي ومن جدتي بنفس الوقت، عن واحدة اسمها مهيرة كانت موجودة بالشارجة، فأخذت هذه الشخصية فبديت أخليها في أعمالي. كانت هذه الشخصية تشتغل عند عائلة كبيرة وكانت ترسل للسوق على أساسها، فكان في شخص يحاول الاتصال فيها بشكل غير جيد فكانت ترفض. يقال على أساس أن هذا الشخص راح عمل لها سحر فأصبحت مجنونة. هذا الجنون خسر حياتها، خسرت يعني بيتها وحياتها بنفس الوقت. أنا ألمني هذا الموقف، فحاولت أنا أرسم مهيرة في أعمالي ولا زلت أرسمها، إلى ما وصلت إلى مرحلة أن حسيت يعني تكرار للشكل مهيرة، فحاولت أحولها لرموز في أعمالي. كان قبلي في سنة أو سنتين محمد يوسف كان وعبد الرحمن زينب في نفس الكلية، معاي كان نجاة مكي في نفس القسم، منى الخاجة كانت في التصوير، عبيد سرور كان من مجموعة محمد يوسف كانت سابقا. أحب كل الفنانين، أنا ما عندي حتى لو أختلف معهم في اتجاههم الفني، لكن يبقى الود الأقرب يعني يمكن نجاة ومنى الخاجة، تقريبا قريبين أكثر مني يعني، فنلتقي أكثر وعلاقتي معهم أكثر. محمد يوسف كذلك يعني من الفنانين، احنا انشأنا الجمعية انا ومحمد يوسف ومجموعة من الفنانين.
عملت كتاب عن الحركة التشكيلية في الإمارات، حاولت أربطها تاريخيا، لأن إحنا مش نبتذل في الصحراء طلعنا، لأن يعني جذور تاريخية، لكن ما نقدر نسميها فنون تشكيلية في ذاك الفترة، لأن بس لها علاقة بالفنون. يعني لما تشوفين أنت التاريخ الهيلي في العين، بعدين تشوفين الحرف الموجودة، بعدين تشوفين الآثار الموجودة بالشارزة اللي وجدوها، كلها تدلل على أساس أن هناك في إنسان. هذه تدلل على أساس أن الإنسان اللي في الإمارات كانوا عندهم صناعة، وهذه الصناعة هي جزء من الفن، فإحنا ممتدين لهذه الفترة، مش مقطوعين أو طلعنا فجأة. يعني في ناس تعتقد أن إحنا موجودين بمثل نبتة يعني في الصحراء، لا. فلذلك عملت أنا هذا الكتاب على أساس أن أربط هذا التاريخ بفنوننا بشكل عام، أن إحنا جزء من التاريخ هذا وجزء من الفنون الموجودة في الدولة. بداية المعارض كانت مع الجمعية، ولا زلت أشارك مع الجمعية يعني من الثمانينات لحد الآن سنوياً. أنا في معرض العام عندنا في الجمعية، نطلق عليه المعرض العام في الجمعية. المعارض الخارجية طبعاً على الدعوات، معارض مشتركة خارجية كان على مستوى الخليج، بعدين على مستوى الوطن العربي كنا نشارك، وانطلقنا على المستوى الأوروبي، عملنا في إيطاليا في فرنسا بالنسبة لي أو بالنسبة لمجموعة، لأن أغلب المعارض الخارجية تكون مشتركة. بعض البناليات يعني بنالي القاهرة، بنغلاديش، شارجة، هذه شارك فيها وحصلت على بعض الجوائز فيها. بالنسبة للجمعية أنا يعني خطوة كانت عملناها، عملنا اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي في التسعينات على أساس أن يكون في تبادل مشترك بيننا وبين الرابطة أو اتحاد الفنانين التشكيليين في الاتحاد السوفيتي. نفس الشيء عملنا اتفاقية مع الهند، وكنا ندفع على أساس أن الفنانين نخرج من إطار المحلي أولى إلى الخليجية بعدين العربية، على أساس أن نعطي فرصة للانتشار، ونفس الوقت نقدم يعني تجربتنا الفنية على مستوى مش محلي، على كل المستويات يعني نحاول نقدمها. في كثير ناس تعتقد ان يعني مثلا انا انقطعت عن النحت، انتقلت للوحة، بقول لك بتكلم عن السبب. مارست النحت حتى لما رجعت اشتغلت، ولا زلت يعني اشتغل من فترة من وقت الى وقت. اخر مشاركة لي من النحت كان في المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة، عملت نحت بالرخام حجمه مترين، كان اخر تجربة بالنسبة للنحت لشغل النحت. في النحت مبص يعني مصمت، فلما تجسدين فكرة ما صعب لتختار يعني يكون الاختراق فيها من الناحية البصرية. أما اللوحة يعني فيها صفاء شوي، فيها تجانس وفيها بعد، فلذلك موضوعاتي اللي نطرحها عن مهيرة لو جسدتها في النحت بتبقى صامتة، باللوحة تعطيني عمق أكثر. فلذلك أنا توجهت للوحة. بينالي بنغلاديش خدت الجائزة الثانية الفضية، هذا اللي كان نقلة بالنسبة لي. وبعدين حصلت على في السنة اللي بعدها بينالي الشارجة، خدت الجائزة الأولى. وبنفس السنة في 93 حصلت على جائزة التحكيم في بينالي القاهرة. يعني طبعا مع بداية نشاطنا بالجمعية كان من أهدافنا أن ننمي ونحاول نطور المستوى التشكيلي يعني بالنسبة للشباب، ولازال يعني في عندي مجموعة من الشباب يعني درسناهم والآن فنانين يعني جيدين، وأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. واستفدت منهم استفادة كبيرة، لأنهم هم يعني كانوا يرسمون بشكل عفوي، وكانوا يقدمون الأشكال بشكل يعني مبهر، ويعني هذا اللي أنا أكد لي ويأكد للآخرين إن عندنا فنان أطفال مبدعين ممتازين جدا. والدليل على ذلك أن أغلب أطفالنا لما يشاركوا على مستوى المسابقات الدولية الخارجية يفوزوا بالمراكز الأولى، فهذا يدلل على أن عندنا قاعدة جميلة. ونصيحتي بالنسبة حق الفنانين المبتدئين أو الناشئين أنه يبتدي بمستواه يعني الطبيعي، ما يحاول يقلد الآخرين المستوى الأعلى منه.
في كليات، كان في مرحلة الأولى بالنسبة لنا ما كان في كليات، الآن موجودة كليات، فممكن اللي عنده الموهبة أو القدرة أن يدخل الكليات هذه أو يحاول أن يدخل في الدورات اللي متعلقة في مجال الفنون التشكيلية، خاصة الآن موجود في المجمع الثقافي في أبو ظبي، في دبي، في الشارجة، في مراكز تقدم خدمة للمهتمين في مجال الفنون التشكيلية، لا يتسرعون في المشاركة في المعارض. يعني ممكن بعد ما ينضج ويحس نفسه أنه هو مرحلة بدأ ينضج فيها ويقدم طرحة أو فكرة من خلال أعماله يشارك في المعارض، لأن في المرحلة الأولى يبتدي يحاول أنه يشارك في على مستوى يعني مجموعات صغيرة، وبعدين ينتقل للمجموعات الكبيرة أو المجموعات اللي فيها، عشان ما يحس نفسه بالجاب أو المسافة بينه وبين الفنانين الآخرين، يعني فأشياء يعطي نوع من الضيق، يعني يحس نفسه أنه هو أقل، يحاول أنه يدخل مع مجموعة اللي في مستوى أفضل. بالنسبة لي يعني ما حاول أضغط على أولادي تعال أرسم، عندي المكان استديو وفي الألوان، في فرش، في كل حاجة، اللي عنده رغبة يجي يرسم أوكي، وأحاول أعلم. عندي بنت الآن حن تدرس في إيرلندا ترسم بإجادة، عندها نقل، المرحلة هاي مهمة، يعني تنقل من صورة، تنقل من شكل، تدرسها بشكل ما على أساس أن يكون عندها قاعدة في المستقبل. هذه متأمل، يعني أتأمل أنها بتكون ممتازة. عندي البنت الكبيرة بعد ترسم عايدة، ترسم بعد بشكل تجريدي، ترسم ألوان تجريدي وترسم واقعي مثلا. بعد أما الباقي يعني ما عندهم ذاك الاهتمام يعني كثير. بناتي أنا يعني عندي أحفاد بيرسمون جيد، عندي بنتي بترسم. أنا بالنسبة يعني إحنا نقول الجينات ممكن تكون موجودة عندهم، بس ممكن خاصة الأطفال في المرحلة الأولى. أنا عملت دراسة على هذا الجانب، إن كل الأطفال يولدون عندهم 10 10 10، رياضة 10، الموسيقى 10، يعني القراءة 10، كل هذه الأمور اللي هي فيها الهوايات كلها درجة. هو الموهوب يكون عنده 12 أو 11 أو 12، فهو اللي يحاول ينمي هذا الشيء يوصل إلى 20. فلذلك نحن نشوف الأطفال يعني ما نضغط عليهم في المرحلة الأولى. إحنا بالنسبة لنا هنا في الإمارات يعني عندنا ما شاء الله يعني عندنا كل الاتجاهات. أنا اشتغلت في طباعة في فترة وعملت كولاج. أنا في بعض الأحيان لما أتشبع من الرسم أنتقل إلى هذا النوع من الفنون أو الرسم على أساس أن أتنفس، يعني مثل الواحد يكون في وسط الماء بس يرفع رأس عشان يأخذ أكسجين، فهذا الأكسجين عشان يبدل رؤيتي أو تفكيري في النسبة للعمل ويفيدني في نفس الوقت، يعني أساسا أقدم طرح يختلف يعني في هذا الجانب. استخدامي حتى بالمواد، لما استخدم بعض المواد المختلفة في جانب، يعني أنا تكلمت معك قلت لك عن النحت، يعني أنا لو متوفر عندي طين، متوفر عندي الرخام أشتغل، ما عندي مشكلة فيها من هذا الجانب. أحاول أغير في بعض الأحيان لحساس ما يكون عندي نوع من الملل، وأشتغل أنا تقريبا شبه يومي، ودائما أحاول أبحث عن الجديد في تكنيك أو في المواد اللي أستخدمها على أساس أنها تعطيني إضافة لعملي، لكن الاتجاه العام هو نفسه ما يتغير. المجمع هو كان بدايات، يعني أنا أتكلم عن الثمانينات، كان ركيزة مفيدة وجميلة بالنسبة للفنانين بشكل عام، لأنه كان في مناخ يختلف عن المناخ الموجود في الشارجة أو في دبي، وكان تفاعل الناس يعني خاصة في أبو ظبي وحتى في الإمارات الأخرى، يعني كانوا يحضرون الأنشطة الموجودة في المجمع الثقافي. ما يتعلق بالمجمع الثقافي كان بوصلة مهمة بالنسبة للحركة التشكيلية في الإمارة، وبالنسبة لي كان شيء مفيد وجميل، لأنني قدمت معارض من خلال المجمع
قدمت ندوات أو ورش، ورش فنية بنفس الوقت. هذه يعني يؤكد على العلاقة بيني وبين المجمع أو بين الإخوان الموجودين المسؤولين في المجمع الثقافي بشكل عام. أعتقد أن المجمع الثقافي يعني بالنسبة لي أنا أتمنى أن يستمر بنفس هذا المنوال، لأنه قاعد يقدم شيء جميل، يقدم يعني صورة حضارية بالنسبة للفن التشكيلي أو حتى بالنسبة للثقافة بشكل عام. طبعا أشكر المجمع وأتمنى إن شاء الله يعني لكل الفنانين التقدم، ولدولتنا تكون على مستوى يعني يقدم الأفضل والأفضل، ونبقى يعني إحنا رقم واحد إن شاء الله. وأنا ما أقول رقم واحد، إحنا نبي نكون رقم واحد بلاس واحد يعني الآن زايد. طبعا المجمع الثقافي بادرة من الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، وبيستمر إن شاء الله بهذا المنوال، وبيستمر بعطائه، بيستمر بجهوده. وأشكركم، أتمنى لكم التوفيق.